بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم خامس جمادى الأول 1443 هجرية. سنلقي نظر الليلة على بعض الأخبار العالمية خلال الأسبوع الماضي. بعد نجاحهم بالاستيلاء على كابول في 15 أغسطس الماضي، قدمت حركة طالبان العديد من الوعود لمواطني أفغانستان، ولكن من قلة الموارد المالية وتجميد الدعم المالي الأجنبي فأيدي الزعماء كأنها مقيدة عن العطاء. هذه الأزمة الاقتصادية تجلب الانتباه من بقية الدول الإسلامية، حيث لا تريد الأزمة أن تهدد بقاء الأفغانستانيين. وسيعقد المؤتمر الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في 19 ديسمبر لمناقشة القضية الإنسانية في أفغانستان. ستستضيف باكستان المؤتمر الاستثنائي بناء على طلب رئيس منظمة التعاون الإسلامي بالمملكة العربية السعودية. وقال وزير خارجية باكستان شاه محمود إن المؤتمر ولمنع استمرار تجميد الأموال الأجنبية، اتخذ طالبان خطوة كبيرة ومفاجئة. في القرار الجديد يعتقد أن طالبان أصدرت الفتوى بمنع الزواج القسري أو بغير موافقة العروس. تعتبر هذه إحدى الطرق التي من خلالها يضاعف طالبان قلوب المجتمع الدولي الذي تم الضغط عليهم من خلال تجميد مليارات الدولارات الأمريكية لانتهاك حقوق المرأة والإنسان. منذ فترة طويلة أو ربما أكثر من 100 عام كان الزواج إجباري سارية في أفغانستان. يزوج الوالدان بناتهم دون رغبتهم ويقبلون العقد من عائلة الرجل لمصالح معينة. تتم مراسم الزواج حتى لو بكت الفتاة دما، نظرا لأنهم أدركوا أن هذه التقاليد بحاجة للتوقف، فقد منع الطالبان الزواج القسري. ووفقا لقادتهم حبة الله أخنزاد، لا ينبغي اعتبار المرأة من الممتلكات، ويجب الحصول على موافقة المرأة إذا كانت تريد الزواج، ففي هذه الحالة الرجال لهم نفس الحقوق بالمساواة والعدل. وقال لا أحد يستطيع أن يجبر المرأة على الزواج، ولكن حتى الآن لم تحدد طالبان الحد الأدنى للعمر المسموح به للزواج، والذي كان سابقا من عمر 16 عاما. لا يناصر طالبان فقط من أجل عذارة أو البنات، ولكن في آخر مرسوم ورد ذكره أيضا، يمكن أن تتزوج الأرملة بعد 17 أسبوعا أو أكثر من 4 أشهر من وفاة زوجها، بل ويعطى لها حرية اختيار الزوج الجديد المناسب لها. ووفقا لتقاليد البلد، إذا أرادت الأرملة الزواج مرة أخرى فعليها أن تتزوج من أشقاء زوجها أو من أقارب زوجها السابق. وقامت قيادة طالبان أيضا بتوجيه المحاكم الأفغانية للتعامل مع النساء بنزاهة، خاصة في أمور التوريث والميراث. كما أن موقف قيادة طالبان الحازم في الدفاع عن حقوق المرأة بدأ يتألق.
أوقفت حركة طالبان رجلا متهما بقوات بعد أن دفع نساء في شمال أفغانستان للاعتقاد بأنهن سيتزوجن رجالا أثرياء. أعطي هذه عملية القبض الحرية والأمن للعديد من الأطراف، مما سبب المزيد من الاعتقالات. وقال رئيس شرطة جوزجان محمد سرودر مباريس أن الرجل كان يستهدف نساء فقيرات يرغبن بشدة بتحسين مستوى عيشهن، حيث وعدهم الرجل بالعثور على رفيق وزوج ثري. فحالة النساء الضعيفة والفقيرات في نفس الوقت ستصدق أكاذيبه. سيصدقن ويتبعن الرجل على أمل تغيير حياتهم للأفضل وحل مشكلاتهم المالية بين أفراد أسرهم وأصدقائهم الآخرين ومن أجل كسب لقمة العيش. فجأة تجد المرأة نفسها في منطقة بعيدة عن منطقتها واتباع كجارية، من الفقر إلى الإهانة والإذلال. ترتبط جريمة الاتجار بالبشر هذه ارتباطا وثيقا بالسياسة والرشوة والفساد. إنها ليست مسألة غريبة في أفغانستان، وتحتاج إلى التخلص من الجذور إذا كانت طالبا يريد تغييرها تغييرا جذريا. ننتقل إلى أخبار الكوارث الطبيعية في إندونيسيا. إن انفجار بركان سيمورو مثل أصوات الرعد المخيفة في شرق جاوة الإندونيسية أثارت الرعب لسكانها المحليين. الغيوم المظلمة التي تبدو كأنها ستبتلع سكان منطقة لوماجانغ جعلت السكان يهربون بخوف ورعب وبشكل فوضوي. أخرجت أعلى جبل في جزيرة جاوة أيضا غبارا سميكا تسببت بتدمير بعض المناطق المنحدرة للجبال مثل مناطق برونو جيوو وتشاندي بورو التي غطتها بمطر الرماد. كان انفجار سيميرو مصحوبا بالمطر والفيضان حول قرية سومبرولو. مجموع الرماد الساخن يغطي مسافة 500 إلى 800 مترا من فوهة البركان. ظهرت حمم بركانية السبت الماضي في حوالي الساعة 6 مساء، وكان 13 شخصا قد لقوا مصرعهم وأصيب عشرات آخرون بحروق جراء ثوران البركان بحسب ما أفاد به المسؤول. يبحث عمال الإنقاذ كفاحا عن الضحايا التي دفنها الرماد الساخن، ومن بينهم نساء حوامل. تم إنقاذ 10 ناج مدفون تحت وثار البركان، بينما اضطروا مئات من السكان إلى مغادرة مساكنهم. كان الرماد والحمم البركانية السميكة بارتفاع الركبة التي بدأت تتصلب تصعب عليهم في عملية البحث عن السكان المفقودين أو المحاصرين. تم قطع طريق الدخول إلى لوماجانغ أيضا عندما دمرت الحمم الباردة الجسر. آخر مرة انفجر البركان المرتفع 3676 مترا كان في 27 من أغسطس الماضي. كان سيميرو من بين 17 بركانا نشطا في إندونيسيا والثالث أعلى في تلك الجمهورية. هيا نشاهد من بين المفردات لهذه الليلة. قواد، بطايم، وعد، جانجي، الموارد المالية، سمبر كوانغان، الزواج القسري، كاوين فأسا، رعد، جورو. لقد وصلنا إلى نهاية البرنامج، نلتقي إن شاء الله في الأسبوع المقبل. أنا حنان محمد سعيد، مساء الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.